السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم احتفلنا في قصر قرطاج بالعيد الرابع للثورة والشباب. الاحتفال كما شفتوه كان في إطار من التقشف. في نطاق الدعوات استدعينا تونس الكل بما فيها عائلات الشهداء. الخطاب كان متميز حسب الأصداء اللي جاتني منكم. هذيك هي الرئاسة نتاع الجمهورية الثانية، معناتها اعطينا شنو هو اللون، كيفاش تكون الرئاسه هذه، اطار نتاع تقشف، اطار نتاع هيبه لرئاسه الجمهوريه وللدوله. فيما يخص العائلات الجرحى والشهداء، برشا ناس لمونا قالوا لنا علاش استدعيتوهم. نحب ناكد على حاجه، كونه قصر قرطاج هو قصر الشعب، باش يقعد مفتوح للشعب، وفي مناسبات احتفاليه كما عيد الثوره والشباب ما نجموش ما نستدعيوش عائلات الشهداء والجرحى. هذا امر محسوم ولا شك فيه، باش نواصلوا نعملوها، باش هما يحتجوا، باش هما على واحد مش يحتجوا على الرئاسه، هما يحتجوا، هما ناس مجروحه، ناس عندها الم دفين، واحنا نتفهموه وشيء طبيعي باش يعبروا عليه، عبروا عليه اليوم تابع المظاهر الاحتفاليه نتاعنا، وان شاء الله نلقاو لهم حلول، وان شاء الله جرحهم يبرى. ماهوش احتجاج احنا بالنسبه لنا، يعبروا على رايهم، بالنسبه لنا حاجه عاديه، شكون وراهم شكون ما وراهمش، الحق ما ندخلش في الجزئيات هذيا، بالنسبه لنا شيء عادي ومرحبا بهم في كل وقت. وقصر قرطاج باش يقعد مفتوح لجميع التونسيين وخاصه لعائلات الشهداء وجرحى الثوره. هو عيد الثورة والشباب تكريما لهم، وثم آليات أخرى لتكريمهم، وآليات أخرى باش نضمدوا لهم جراحهم. وبارك الله فيكم.